مساكم خير وعافية. اليوم نتحدث بموضوع اسمه سخونة القدمين. سخونة القدمين حالة شائعة جدا تحصل عند كثير من الناس، ممكن تكون تحصل أكثر شيء مساء أو بالليل، ممكن أيضا تحصل صباحا. يكون هذا الإحساس في القدم أو في باطن القدم أو في مشط القدم كإحساس حرارة، وممكن تصعد إلى تقريبا أسفل الساق، ممكن توصل إلى منتصف الساق. ممكن تكون مصحوبة بتنمل، بتقرص، يعني يحس أنه هو مقروصة، يحس أنه هو مثل الدنابيس بيها، وممكن يكون أكو ألم مصاحب لها. ممكن يكون أيضا مصحوبة بخدر أو بدون خدر. إذا أكو حالات كثيرة مختلفة لكن كلها تتشارك بسخونة القدمين. اليوم راح نعرف أكثر الأسباب اللي هي ممكن تؤدي إلى سخونة القدمين. أول حالة ويانا هي حالة مرض السكري. الناس المصابين بمرض السكري ممكن أيضا يصير عندهم حالة سخونة القدمين، مصحوبة بتنمل، مصحوبة بخدر، مصحوبة بألم ممكن في الأطراف، ممكن طبعا تصيب الأطراف العليا والسفلى، بس أكثر شيء تصيب الأطراف السفلى. 60 إلى 70% من مرضى السكري يكونون عندهم هاي الأعراض اللي هي سخونة القدمين. طبعا ممكن هاي الحالة تزيد إذا طبعا المريض يعاني من سمنة، إذا المريض يعاني من مضاعفات، إذا المريض أنه هو ما مضبط السكر مالته فتزيد عنده هاي الحالات. طبعا إذا أيضا يكون مصحوب بمرض شفوي، أنه الناس اللي عندهم ارتفاع بضغط الدم ممكن أيضا يكونون معرضين لسخونة القدمين مع مرض السكري. الحالة الثانية، الناس اللي تعاني من ارتفاع في معدلات الدهون في الدم، اللي هو أكثر شيء الدهون الثلاثية والكوليسترول، لكون هذول الناس اللي عندهم هيك نوعية من الحالات أيضا يكون مصاحب إنهم سخونة القدمين أكثر من غيرهم طبعا، ودائما يعانوها بالليل أكثر من النهار، دائما يعانوها من يتمشون، من يتحركون بشكل يعني أكثر من المعتاد. الحالة الثانية ممكن تكون أيضا الناس اللي هم عندهم ارتفاع بأملاح اليوريك أسيد أو اليوريا، وهذا يؤدي إلى أو فد مرض اسمه مرض النقرس، فلقوا أن هذول الناس اللي عندهم هيك حالة أيضا يكونون معرضين أن هم يصير عندهم سخونة القدمين مع تنمل مع ألم. أيضا سبب من أسباب سخونة القدمين هو نقص الفيتامينات، وأكثر الفيتامينات اللي تنقص بالجسم وتؤدي إلى سخونة القدمين هي هو فيتامين بي أو فيتامين باء، اللي هو B12, B6, B9، اللي هو الباء 12 وباء 6 وباء 9، أو الباء 9 يسموه الفوليت، أو ممكن نقص في المغنيسيوم. طبعا هواي من الأكلات اللي احنا نحاول يعني ما ناكلها، بس هي كلش غنية، وكنا تشوفوها بالصورة كلش غنية فيتامين بي، مثل اللوز، مثل الأفوكاتو، مثل الفطر، أوكي، مثل السبيناغ، مثل البيض طبعا أكيد، القمح مفيد أيضا، والأسماك عموما، وغالبا الأسماك البحرية هي تكون أكثر بها مواد أكثر مفيدة، أو بها B6 أكثر اللي هو مفيد جدا للأعصاب. من الحالات الأخرى أيضا حالة خمول نشاط الغدة الدرقية، وهاي حالة نلقاها شائعة طبعا تكون بالرجال والنساء، ممكن يكون النساء أكثر، لكن هي حالة من الحالات اللي هي ممكن تكون مصاحبة لممكن مرض مناعي، فيصير خمول بالغدة الدرقية أو خمول في نشاط الغدة الدرقية وإفراز هرمونات الغدة الدرقية، بهذا اللي يؤدي إلى بعض الحالات مثل التعب البسيط، يعني دائما بمجهود بسيط يكون تعب هناك، ويكون ايضا مصحوبه بتنمل خاصه بالاطراف العليا والسفلى وفي سخونه القدمين. دائما يجون دول المرضى عندهم سخونه قدمين، عندهم تنمل، عندهم الم، كانه هو مرض سكري، حقيقه هو مو سكري، هو اغلبه راح يكون غده درقيه. لازم اذا نتاكد، واحنا هذا شيء روتيني نسويه احيانا، انه نتاكد انه هو ما عندهم خمول بغده درقيه او في نشاط الغدة الدرقية. سبب آخر من أسباب سخونة القدمين هو الانزلاق الغضروفي. الناس اللي يكون عندهم آلام في الظهر نتيجة انزلاق غضروفي، اللي هو ديسك بين الفقرات يبدأ يضغط على الأعصاب، ممكن يكون عندهم سخونة قدمين أيضا،
ودائما من اغلبهم من ذول يقعدون الصبح يدوس عليها شويه يحس اكو الم بيها، ممكن ايضا بالليل من يرجع من شغله ويحاول يرتاح ويمدد او يمدد وبعدين يرجع يقوم يحس انه اكو الم، اكو سخونه بالقدم تبدي تصعد شويه اعلى المنتصف الساق. طبعا هاي تكون مصحوبه ممكن تنمل، ممكن مصحوبه بالم، بس هي اكثر شيء سخونه حراره مع احساس بانه هو مثل الابر تشك بي، فهاي تكون واحدة من الاسباب. اتمنى لكم الصحه لكم ولعوائلكم. شكرا دكتور معن العباسي.